السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم جمال والموضة مع فاطمة. الموضوع ديال اليوم غنهضروا على البواسير. كلشي طبيعة الحال كيعرف البواسير او ما يسمى بليزوموريد. كي كتعرفوا بان الناس غالبا كيعرفوا بان عندنا غير البواسير الخارجية والبواسير الداخلية، ولكن في الحقيقة عندنا أربعة انواع ديال البواسير. عندنا البواسير الخارجية اللي كيعرفوها الناس كاملين، والبواسير الداخلية اللي كيعرفوها كذلك الناس، وكاين واحد البواسير كتسمى البواسير الهابطة وكتكون مدلية، وكاين واحد البواسير اللي كتسمى البواسير المخصورة. كل حاجة غادي نعطيكم تفسير ديالها. البواسير الخارجية كتكون على ديك الفتحة ديال الشرج، كتبان للجميع ديال الناس، ما كتشكلش لنا واحد الخطوره. يمكن كنستعملوا شي ادويه ولا هكا كتمشي بوحدها، وما كتشكلش لنا عاده شي مشكله طبيه خطيره. وعندنا البواسير الداخليه كذلك حتى هي ماشي مشكله صحيه خطيره، وهاد البواسير الداخليه كتمشي بعض المرات كتبرا بوحدها من تلقاء النفس ديالها، ما كنديروا لها حتى شي دواء ولا حتى شي حاجه، حتى كنلقاوها بانها برات لينا. كاينين البواسير الهابطه، ولا اللي كنقولوا ديك البواسير اللي كتكون مدليه. انت كتكون عندنا هاد البواسير، فاش كتكون عندنا دوك البواسير الداخليه كتورم لينا او كتكون ملتهبه، كتلتصق لينا بالفتحه ديال الشرج، وبالتالي كتصبح عندنا دوك البواسير الهابطه. وكاينه البواسير المخصوره. المخصوره يعني اللي كتكون فيها شويه ديال الدم، وهذه كنلاحظوها فاش كندخل للطواليت، كنمسحو بداك القاعد ديال الطواليت كيبان لنا الدم، او كتشوف بان الطواليت كلها عامره بالدم، وهذه هي اللي بعض المرات كتخصنا نمشيو عند الطبيب، لان الطبيب كيمكن يدير لنا واحد الشق في ديك الكتله ديال دوك البواسير المخصوره، لان كتولي على شكل واحد الكتله او تورم حول ديك الفتحه ديال الشرج، كيخص الطبيب يدير فيها واحد ثقب باش كيخرج داك الدم وكتبرى لنا نهائيا. وكاين اللي كيدير كاع الاستئصال ديال هاد البواسير، ولكن هذا ديال الطبيب. حنا اليوم في هاد الفيديو غادي نطرقوا كيفاش غادي يمكن نداويهم بادويه، وكيفاش النظافه اللي خصنا نديرو، وكيفاش غيمكننا نداويهم في المنزل. يعني غادي نعطيكم جوج ديال الطرق وكيفاش غنتجنبوا هاد البواسير باش ما نبقاوش نوقعوا فيها. غادي نبداو بالجانب الطبي. الجانب الطبي كي كتعرفوا كاينين هاد الكريمه، كاينه هاد الكريمه سميتها كاسين اونتي ايزوموريد. يعني الناس اللي في الخارج راه كتسميها اونتي ايزوموريد، في المغرب حنا هذا الاسم تجاري سميتو كاسين. هاد الكريمه زوينه زوينه بزاف. الا كانوا عندنا غير خارجين راه كنستعملوا غير الكريمه. وهاد الكريمه علاش قلت لكم زوينه؟ لان فيها الكورتيزون. كي كتعرفوا بان الكورتيزون كيساعدنا دغيا باش داك الجرح يلتئم، يعني كديريها واحد يومين ثلاث ايام كتولي مزيانه، ولكن قبل ما كديريها كتنظفي ديك البلاصه مزيان، كتغسليها بالماء السخون وكتنظفيها بالورق، ما يكونش ناشف يكون رطب ياك، وما يكونش فيه مواد معطره والكحول، لان هذا كيزيد هيجينا ديك المنطقه ديال الفتحه ديال الشرج. لهذا خصنا نديرو هاد النظافه هي الاولى، وهاد لاكريم كنديروها يعني بعد الخروج. بعد الخروج وكتغسليه وكتنظفيه مزيان عاد كديرها الصباح وفي العشيه. هذا بالنسبه ما يخص البواسير الخارجيه. الا كانت عندنا البواسير الداخليه، البواسير الداخليه كنزيدو عليهم هاد التحاميل، يعني حنا كنقول لهم قويلبات بالفرنسيه سوبوزيتوار. اشنو كنديرو؟ كنشدو قويلب من هذا وكندهنوا به هاد لابوماد، كندهنوا به لابوماد مزيان داك القويلب وكنديروه ياك. من بعد كنديروا كنشدو غير لابوماد بوحدها وكنديروها من التحت. هذا بالنسبه الى كانت عندنا البواسير الداخليه. كاين هاد لابوماد وهاد سيبو اللي فيهم الكورتيزون. غادي نوريكم واحد الكريمه وواحد القويبه، حتى هما راه كيعرفوهم الناس بزاف، ولكن هادو زايدين على هادو بواحد الماده اخرى. شنو هي هاد الماده؟ هاد الماده هي ليدوكاين. هيا باش تبان لكم، هيا ليدوكاين.
اشنو هو هادي دوكايين؟ هادي دوكاي هو البنش، يعني بحال كيبنج لنا ديك البلاصه، لان اشنو هي باش كنعرفوا بان البواسل عندنا كتكون عندك واحد الحكه وواحد التورم، وهذيك الحكه كتكون عندنا مزعجه في ديك المنطقه ديال فتحه الشرج. اين فوا كتكون عندنا هادي راه كنعرفوا بان عندنا البواسل او ما يسمى بلي زوموربيد. كي قلنا كانوا خارجين راه كنديروا غير هاد البوماده، كنديروها في الصباح وكنديروها في العشيه بعد النظافه اللي قلت لكم. كانت داخله راه كنشدوا هاد القويلب كندهنوا به هاد البوماد مزيان وكنديروه، وعاودو ثاني كنعاودو ندير هاد البوماده كنديروهم جوج مرات في النهار، يعني في الصباح وفي العشيه بعد النظافه. راه المهم في هادشي كلشي هو نظافه الفتحه ديال الشرج، راه الا ما كانتش نظيفه راه تما كتجمعوا لنا الميكروبات وكيولي عندنا واحد المشكل اخر، يعني كنوليو من البواسير كنوليو في مشاكل اخرى، كخصنا جراحه، كخصنا بزاف د الحوايج. وحنا باش غنتفاداو هادشي كامل معك معليكم غير بالنظافه، الماء دافئ دائما يكون الماء دافئ، غسلي ونشفي. هذا مما يخص الى كان عندنا زيموربيد خفاف، يعني البواسير خفاف ما عندناش دوك لي اش نقول لك اللي كيديرونا الحرق بزاف ولا سميتو وكيديرونا مشاكل. فاش كيكون عندنا البواسير خارجين وفيهم دوك الكتل اللي قلت لكم ديال الدم او دوك الجلطات او سميتو، راه ما كيمكنناش نستعملوا غير البوماده والقويلب، راه خصنا نزيدوا واحد الادويه اخرين. هالادويه اللي غادي نزيدوا، غادي نزيدوا هاد ديوفينور، هاد فانيد لاش كيصلح؟ هذا كيصلح الدوره الدمويه، يعني كينشط لينا الدوره الدمويه. هذا كتاخذي وحده في النهار، وهذا شكون اللي كياخذ بزاف؟ بالنسبه للناس اللي خدامين يا في التعليم يا في يا في الاداره يا في السوبر ماركت، الناس اللي المحلات اللي كيبقاو الله يحسن العوان كيبقاو نهار كامل واقفين، يعني ما كيجلسوش، راه كيخرجوا عندهم هاد لي زوموربيد او ما يسمى بالبواسل، يعني خصنا نزيدوهم هاد الفانيد باش كدور لهم الدوره الدمويه وكتساعدهم. وكيخصهم حتى هما فاش يمشيو لديورهم اللي فاش يبغيو ينعسو دايما غديري واحد جوج مسندات غديري عليهم الرجل ديالك باش داك الدم كيرجع، فهمت؟ باش كتفادي البواسير وفي نفس الوقت راه كتفادي حتى سميتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتفادي حتى دوك العريقات اللي كيطبقو لينا في الرجلين ديالنا. هذا بما يسمى، هذا راه غالي شويه كيدير 133 درهم اللي على حسب القدره الشرائيه ديالكم. لي ما قداش تشري هذا راه غادي تشري هذا راه بحال بحال، ها نتوما واش عارفين بحال بحال ديوزمين، ديوزمين الماده اللي مصايب فيها ديوفينو هو اللي مصايب فيها ميديفين، غير هذا الجينيريك ديال هذا، وهذا كيدير 60 درهم يعني في متناول الناس جميعا. بالنسبه نحيدو هادو، كاين دافلون، دافلون سوا شويه داير الثمن، هذا نمره 500 كتاخذي فيه جوج صباح وجوج الليل، او هذا كتاخدي فيه وحده في النهار. بالنسبه باش غادي نديرو النظافه ديال البواسير، اولا غنديرو حمام ساخن نطفو ديك الفتحه ديال الشرج مزيان، كنستخدمو الماء بعد كل عمليه ديال الخروج، يعني فين مشيتي للطواليت راه خصك تغسلي. كانوا عندنا دوك الكتل اللي قلت لكم او تورم عندنا كثار وعطينا الحريق، راه كتشدي واحد القطعه وكدير فيها شويه ديال الثلج وكديرها في ديك البلاصه باش كتقلل لنا داك التورم، ومن بعد كتستعملي هاد الدوايات اللي قلت لكم عليهم. كي كنقول لكم بان لا بالنسبه للبواسير الداخليه ولا الخارجيه راه كتحدث لنا فيها ديك جلطات الدم، يعني ما تخافوش. وباش نتفاداو هاد البواسير اصلا راه ما خصش يكون عندنا الامساك، راه فاش كيكون عندك الامساك وكيكون عندك انت مهدده بهذا الشيء ديال البواسير راه ما كيخصكش تدخل للطواليت. سيري خدي واحد السيرو ديال القط او الفانيد او اي حاجه، ديري البرقوق شويه ديال الماء وخليه ليله كامله صباح شربيه باش كرشك تخوى، اين فوا كرشك كتخوى راه ما كيبقاش عندنا هذا المشكل ديال البواسير، يعني كتدخلي الطواليت ما كتصيريش على الامعاء ديالك باش هذاك المستقيم حتى هو كيطفق لينا وكيوليو عندنا دوك العريقات وكان يعني وكيكون عندنا واحد المشكل ديال البواسير اللي يعطيهم شي حد. انا بالنسبه ليا كي قلنا الاسباب البواسير كاين الجهد اثناء عمل الامعاء، يعني فاش كتكوني مقبوطه وكتدخلي الطواليت وكديري داك سميتو داك الجهد راه كطفقيهم. كي قلنا الناس اللي كيجلسوا بزاف او الناس اللي كيوقفوا بزاف راه حتى هما كيتسبب ليهم هاد
هاد البواسير. حتى المرأة الحاملة، المرأة الحاملة مسكينة راه كتعذب بزاف بهاد البواسير، وكذلك حتى الناس اللي عندهم الوزن الزائد، الناس اللي عندهم الوزن الزائد راه حتى هما كيكونوا مهددين بهاد البواسير. يعني دابا عطيتكم الحل بهاد الأدوية، أنا غنعطيكم دابا واحد الطريقة سحرية قلتها لي واحد السيدة كتجي عندي وأنا كنثق فيها بزاف. هادي غادي ديروها في المنزل، هذا كتشدو هذا ها هو كاتبو لكم مزيان، هذا كيتسمى الكافور، وغادي تاخذوا هذا الكافور اللي فيه اللي هكا مربع، ما تاخذوش داك الكافور المدور صافي ها هو، راه كيبيعوا خمسة قولي لا عطيني غير وحده، قولي غير وحده. غادي تاخذي الزيت، انا لحقاش هنايا ما جاتش معايا الزيت، يعني الزيت غير لوسيور، لوسيور عافيه اللي عندك، انا ماشي مهم الزيت اللي كنطيبوا بها. غتشدي الزيت، غتاخدي واحد القنينه بحال هادي ياك، غتشدي هاد الزيت غتخويها، يعني الزيت ديال الطياب العافيه كي قلت لكم، ولا لوسيور ولا كريستال، المهم كل واحد وشنو عنده. وغادي تفرتي هذا، غتفرتيه فيها فهمتي، وغادي تحطيه في القرعه وغتدي عليها وغتحركيه مزيان وغتخليه واحد الليله كامله، الصباح عاوتاني عاودي حركيه صافي، غادي تولي شدي ديك الزيت ديريها هكا، وغادي ديريها هذيك البلاصه اللي عندك فيها هذوك البواسير او ما يسمى بلي لي زوموبيل، وديريه في الصباح وفي العشيه بحال المساج، راه بحال الا كنتي كتكذبي يعني راه ما يبقاوش عندك. مهم هذا بالنسبه لهذه وصفه منزليه، ولكن لما قالت لي السيده لان هي كان عندها البواسير بزاف وهي كليانه عندي، كنعطيها واحد التحيه من هنايا، لان انا في القناه ديالي راه ما كنحطش الا المجربات، يعني شي حاجه ما مجرباش راه ما كنحطهاش باش نكونوا واقعيين، حاجه جربتها ولا درتها وقلت لكم راه ايفيكاس راه ايفيكاس. هذه السيده انا كنثق فيها بزاف فهمت، هي اللي عطاتني هذه الوصفه وقلت لي مالا ما نشاركهاش معكم، انتم اولى انتم احبابي تستاهلوا كل الخير بالنسبه لهذا سميتو. وكاين البواسير اللي ضروري كتمشي عند الطبيب فهمتي، وكاين اللي كيدير لكم هذاك اللي كيقول لكم في الاول فاش كتكون غاديك الجلطه دوك الكتله خفيف، راه كيدير لكم غير واحد الشق، كيدير لكم غير واحد التخدير موضعي، وكيخوي لكم هذيك الكتل من داك الدم. وكاين اللي كيدير استئصال نهائي للبواسير، وهاد القضيه راه صافي كتحيديهم نهائيا، وانا كنعطيكم هاد النصائح باش ما نوصلوش لهاد الشيء ديال تمشي عند الطبيب والاستئصال وهذا، من الاحسن الوقايه خير من العلاج. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويعجب الجميع، وانا كنشكر بزاف بزاف صحباتي حبابي كاع اللي شاركوا معايا، كاع اللي خلاو لي تعليقات، كاع اللي خلاو لي لايكات، كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. وكنشكر الجاليه المغربيه ديالنا سواء اللي في امريكان اللي في فرنسا اللي في اسبانيا اللي في هولندا اللي في المانيا، كلشي كنشكركم. وعلاش كنشكركم بزاف؟ لانكم قربتوا لينا دوك المدن دو الدول عفوا، قربتوهم لينا، عيشونا الاجواء ديالهم، حسبت انا بعدا حسبت راسي بحال انا راه عايشه معكم، قربتوا لي كلشي ووريتوني كلشي، كنشكركم كنشكركم بزاف. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.